هي مصر التي نريدها. العجيب، اسمع، الذي يؤمنه الله لا يفزعه أحد، الذي الله عز وجل كتب له الأمان لا يفزعه أحد. والله كتب منذ يوسف إلى الآن الأمان لمن؟ لمصر. مصر التي نعرفها كتب الله لها الأمان، ادخلوا مصر إن شاء الله إيه؟ آمنين. فمن كتب الله له الأمان لا ينزع. ومصر لها ثقل من قبل الإسلام، قبل الإسلام لها ثقل، لأن عمدة الإسلام أو تاريخ الأمة الإسلامية يقوم على ثلاث كهرم، إما أن يقوم على العراق، وإما أن يقوم على بلاد الشام، وإما أن يقوم على مصر كتاريخ كجند. أنا أتكلم عن جند. لهذا تجد إن كسر أحدهم جبر أحدهم الآخر. في التاريخ الإسلامي إذا كسر أحدهم جبر أحدهم الآخر، بمعنى لما كسرت العراق والشام في التتار من الذي نصرهم؟ مصر. مصر لها الأمان. فإذا رأيت الأمة الإسلامية تنحدر فاعلم أن الدواء يأتي من مصر. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا وصف جنود مصر؟ خير إيه؟ أجناد الأرض، بأسهم شديد، خير أجناد الأرض من هم؟ مصر. فإذا رأيت الأمة الإسلامية تنحدر في التتار وصل الأمر. انظر إلى أين وصل الضعف الأمة الإسلامية. يقول أهل التاريخ دخل رجل دمشق لأن قام بمصائب في العراق، ثم دخلوا إلى بلاد الشام وأرادوا مصر، وأرادوا مصر. فدخل أحدهم لدمشق فأخرج الرجال، أخرج الرجال من بيوتهم. تصور أنت عدو واحد يدخل بيوت يخرج الرجال، وقام بوضعهم في السوق، يقفون هكذا بالسوق أمامه، ورفع السيف وأمرهم بماذا؟ بحالة قطع الأعناق، السجود، هذه الجلوس مع انحناء الرأس ليضرب ماذا؟ الأعناق. تصور والناس تنظر وهم لهم طوعة، وهو رجل واحد وكان ملثما، وكان إيه؟ ملثما. كان صبي يرى أباه بين من الذين سيقطع إيه؟ رأسه، فأخذته إيه؟ الحمية بأن يدفع عن من؟ عن إيه؟ عن أبيه. فأخذ سهما فرمى ذلك الرجل الذي أوقفهم، فوقع ميتا. فاجتمع عليه الرجال، انظر لأين وصلوا بالذل، فاجتمع عليه الرجال فكشفوا اللثام، وإذ بها امرأة. شوف إلى أين وصل الضعف في العراق والشام، حتى فزعت مصر، حتى ماذا؟ فزعت إيه؟ مصر. لهذا تجد كان عمر بن الخطاب دائما يستوصي بمصر، دائما. من قرأ سيرة عمر كان يعلم أن قلب عمر بمصر رضي الله تعالى عنه. حتى كان عمرو بن العاص يجلس متكئا، إذا جلس على عرشه في الحكم كان يجلس هكذا متكئا، يجلس ويخاطب الناس. فبعث عمر رضي الله تعالى عنه لعمرو بن العاص رسالة: بلغني أنك تجلس مع أهل مصر متكئا، اعتدل وإلا عزلتك. احتراما لمن؟ ها؟